بسم الله الرحمن الرحيم. إن اعتقاد أهل السنة في الصحابة يمثل الركيزة الرئيسة لدراسة تاريخهم، ولا بد أن يحصل الانحراف والتشويه لتاريخهم إذا درس بمعزل عن العقيدة. لذلك نرى أن كل إمام من أئمة السنة حينما يذكر عقيدته ولو في ورقة واحدة لا بد وأن يشير إلى موضوع الصحابة، إما من جهة فضلهم أو فضل الخلفاء الراشدين، أو من جهة عدالتهم والنهي عن سبهم والطعن فيهم، أو الإشارة إلى الكف والإمساك عما شجر بينه. أيها المستمعون الأفاضل، لا أزعم أني أتيتكم بجديد، ولا أني أحط بالموضوع إحاطة كافية شافية، وإنما جمعت أقوالا مختارة للأئمة ورتبتها لهدف محدد، وهو إبراز أهمية اعتقاد المسلمين في ساداتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفتتحا بتقدمة للموضوع، يليها أدلة عدالة الصحابة من الكتاب والسنة، وبيان منزلتهم وحكم سبهم والإمساك عما شجر بينهم. فأقول وبالله التوفيق وعليه قصد السبيل، إن دراسة تاريخ الصحابة يمثل خطوة عظيمة في طريق بعث الأمة والحفاظ على هويتها، فهم الجيل الفريد، خير جيل عرفته البشرية كلها، وهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه، ولا بد للمتأخر أن يعرف فضل المتقدم. إن الحديث عن هؤلاء العظماء وكشف الستار عن الصفحات الناصعة التي استروها على جبين التاريخ بسطور من نور، لهي من الواجب الذي يحتمه علينا هذا العصر الذي نعيش فيه معمعة الأفكار واضطراب الموازين وموالاة من يريدون ضرب الدين، وكل ذلك لأن الأمة قد ابتعدت عن مصدر عزها ونبع شرفها ومعين كرامتها في الوقت الذي أعز الله فيه أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، لما ساروا على منهج الله واهتدوا بهديه عليه الصلاة والسلام، فسخر لهم الكون كله، بل لقد تنزلت الملائكة لتؤيدهم في غزوة بدر وغيرها، ولقد أثنى الله تعالى عليهم في كتابه أبلغ الثناء فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال سبحانه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فهم المخاطبون ابتداء بتلك الآيات. فمن هم الصحابة؟ الصحابة جمع صحابي، وهو عند الأصوليين كل من طالت مجالسته للرسول صلى الله عليه وسلم على طريق التبع له والأخذ عنه. ولسعيد بن المسيب إمام التابعين تعريف قريب ولسعيد بن المسيب إمام التابعين تعريف قريب من قول الأصوليين، فهو يرى أن الصحابة لا نعدهم إلا من أقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين. ولأنس بن مالك قول قريب من قول الأصوليين كذلك، فالرؤية عنده لا تكفي لجعل الرائي صحابيا. فقد سئل: هل بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد غيرك؟ قال: ناس من الأعراب رأوه، فأما من صاحبه فلا. رواه مسلم بحضرة أبي زرعة. وأما الصحابي عند المحدثين فهو كل مسلم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رضي الله عنه في صحيحه: من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من الصحابة. وقال ابن الصلاح: بلغنا عن أبي المظفر السمعاني المروزي أنه قال: أصحاب الحديث يطلقون الصحابة على كل من روى عنه حديثا أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية من الصحابة،
وهذا لشرف منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعض المحدثين لا بد في إطلاق الصحبة مع الرؤية أن يروي حديثا أو حديثين. وقال الواقدي وهو مؤرخ أكثر منه محدثا ورأيت أهل العلم يقولون كل من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أدرك الحلم فأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار. إلا أن تعريف الواقدي هذا يخرج بعض الصحابة الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم دون الحلم ورووا عنه كعبد الله بن عباس والحسن والحسين وابن الزبير وغيرهم. ولذلك قال الحافظ العراقي والتقييد بالبلوغ شاذ. وقال الحافظ ابن حجر وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام فيدخل في من لقيه من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يروي ومن غزا معه أو لم يغزو ومن رآه رؤية ولم يجالسه ومن لم يره لعارض كالعمى. وهو رأي الجمهور وإليه يميل المحدثون وبه يقولون. لأنه في الحقيقة لم يروي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا إلا وقد ثبت عدالته عند جهابدة علم الحديث بتطبيق قواعد النقد العلمي الصحيحة التي طبقوها على سائر الرواة في علم الحديث. والصحابي يعرف بأحد الأدلة التالية. أولا الخبر المتواتر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة المبشرين بالجنة. ثانيا الخبر المشهور أو المستفيض القاصر عن حد التواتر كعكاشة بن محصن وضمام بن ثعلبة. ثالثا أن يخبر أحد الصحابة عنه أنه صحابي كحممة بن أبي حممة الدوسي الذي توفي مبطونا بأصبهان. فشهد له أبو موسى الأشعري أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا أن يخبر عن نفسه أنه صحابي بعد ثبوت عدالته ومعاصرته للرسول صلى الله عليه وسلم. خامسا أن يخبر بعض التابعين بأنه صحابي بناء على قبول التزكية من غير واحد. أيها الإخوة الأكارم إن الصحبة رتبة ومنزلة وشرف لا تثبت لأحد إلا بدليل أو بينة توافرت فيها الشروط والأركان التي يجب أن تتوفر في كل بينة. فإذا قامت البينة المقبولة لأحد في ذلك نال شرف الصحبة. قال الإمام النووي وفضيلة الصحبة ولو لحظة فضيلة الصحبة ولو لحظة لا يعادلها شيء ولا يوازيها عمل ولا تنال درجتها بشيء والفضائل لا تؤخذ بالقياس ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذن فإن ما اختص به الصحابة رضي الله عنهم جميعا وفازوا به من مشاهدة طلعة النبي عليه الصلاة والسلام ورؤية ذاته المشرفة المكرمة فأمر من وراء العقل. إذ لا يسع أحدا أن ياتي من الأعمال وإن جلت بما يقارب ذلك فضلا عن أن يماثله. إن الصحابة رضي الله عنهم جميعا طبقات ودرجات. فهناك السابقون الأولون في الإسلام الذين طالت صحبتهم وبذلوا أموالهم ودماءهم للدعوة. وهناك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رؤية. وبين هؤلاء وهؤلاء درجات ومراتب كثيرة. وهناك من لازمه في الليل والنهار في إقامته وضعنه في صيامه وفطره وفي مرحه عليه السلام وجده وفي جهاده ومناسكه وعرف عنه كثيرا من دقائق الأعمال وشريف السنن. فلا يعقل أن يكون جميع الصحابة في مرتبة واحدة ولا يتصور هذا في ميزان العدل والمنطق. لذلك كان الصحابة طبقات بإجماع الأمة. واختلف المؤلفون في تصنيف الصحابة إلى طبقات فجعلهم ابن سعد خمس طبقات
وجعلهم الحاكم 12 طبقة وزاد بعضهم أكثر من ذلك. والمشهور ما ذهب إليه الحاكم. وهذه الطبقات هي: الأولى قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء 4، الثانية الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة، الثالثة مهاجرو الحبشة، الرابعة أصحاب العقبة الأولى، الخامسة أصحاب العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار، السادسة أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقباء قبل أن يدخل المدينة، السابعة أهل بدر، الثامنة الذين هاجروا بين بدر والحديبية، التاسعة أهل بيعة الرضوان في الحديبية، العاشرة من هاجر بين الحديبية وفتح مكة كخالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبي هريرة، 11 الذين أسلموا في فتح مكة، 12 صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرهما. فالصحابة كلهم عدول، سواء منهم من لابس الفتن أو لم يلابس، وهو قول الجمهور. ولا يليق بمؤمن أن يمتري في عدالة الصحابة، والواجب عليه أن يكف عن ذكرهم إلا بخير. وإذا ذكر واحد منهم لا يسعه إلا أن يقول: رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، لأنهم ورد فيهم ما يوجب لهم العدالة والائتمان والثقة، ولأن الله تعالى زكاهم وزكاهم رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقبلت الأمة ذلك بالإجماع. فمن أدلة عدالتهم من الكتاب على سبيل العدل الحصر قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقوله سبحانه: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقوله جل ذكره: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. تلك آيات كريمة وغيرها تشهد بفضل مكانة الصحابة الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الدعوة حتى غزوة الحديبية. وهناك آيات أخرى كثيرة تذكر فضلهم في كثير من المواقف، في الهجرة، في الجهاد، في الغزوات، وهي أدلة قطعية تنص على عدالة الصحابة وتؤكد عظيم منزلتهم. لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهل بعد ذلك نطلب رضا الناس عنهم وتعديلهم إياهم؟ وهل لإنسان بعد ذلك أن يطعن في صحابة نص على عدالتهم ولم يبد منهم ما يجرحهم أو يقدح فيهم؟ إن النصوص تنطق واضحة بذلك ولا تحتمل التأويل والظن، ولكن الهوى المتبع يحمل صاحبه على إنكار الحق ولو كان كالشمس في رابعة النهار. أما عدالتهم من السنة فيكفي أن يرجع الإنسان إلى الأئمة الأعلام من علماء المغرب خصوصا والأندلس، كابن عبد البر والقرطبي وأبي بكر بن العربي وابن حزم وغيرهم. وقد أجاد القاضي عياض وأفاد في الموضوع وأفرد فصلا في الشفاء، أفرد فصلا في الشفاء قال فيه: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم ومعاداة من عاداهم والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة.
إلى قوله رحمه الله: وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، أي لا يعاب ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويسكت عما وراء ذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كما ساق القاضي عياض أحاديث نبوية متعددة في الصحابة، أذكر منها قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وقوله عليه السلام: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وقوله عليه السلام: إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار لي منهم أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فجعلهم خير أصحابي، وفي أصحابي كلهم خير، وقوله عليه السلام: أيها الناس إني راض عن أبي بكر فاعرفوا له ذلك، أيها الناس إني راض عن عمر وعن علي وعن عثمان وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف فاعرفوا لهم ذلك، أيها الناس إن الله غفر لأهل بدر والحديبية، أيها الناس احفظوني في أصحابي وأصهاري وأختاني، لا يطالبنكم أحد منهم بمظلمة فإنها مظلمة لا توهب في القيامة غدا، وقوله عليه السلام في الأنصار: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم. ويختم القاضي عياض بقوله: قال مالك رحمه الله: هذا النبي مؤدب الخلق الذي هدانا الله به وجعله رحمة للعالمين، يخرج في جوف الليل إلى البقيع فيدعو لهم ويستغفر كالمودع لهم، وبذلك أمره الله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحبهم وموالاتهم ومعاداة من عاداهم. وروي عن كعب: ليس أحد من أصحاب محمد إلا له شفاعة يوم القيامة، وطلب من المغيرة بن نوفل أن يشفع له يوم القيامة. قال سهل بن عبد الله التستري: لم يؤمن بالرسول من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره، لم يؤمن بالرسول من لم يقر أصحابه، من لم يوقر أصحابه ولم يعز أوامره. ومن توقير الصحابة ومحبتهم الدفاع عنهم، فاقتيقظ السلف الصالح رضي الله عنهم لخطورة الطعن في الصحابة وسبهم، وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم، وذلك لعلمهم بما يؤدي ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين. وسب الصحابة رضوان الله عليهم دركات، بعضها شر من بعض، فمن سب بالكفر أو الفسق، ومن سب بأمور دنيوية كالبخل وضعف الرأي، وهذا السب إما أن يكون لجميعهم أو أكثرهم، أو يكون لبعضهم أو لفرد منهم، وهذا الفرد إما أن يكون ممن تواترت النصوص بفضله أو دون ذلك. فمن سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم فلا شك في كفر من قال بذلك، لأمور من أهمها: أولا، إن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق، وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث، لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول. ثم إن في هذا تكذيبا لما نص عليه القرآن من الرضا عنهم والثناء عليهم، فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم قطعي، ومن أنكر ما هو قطعي فقد كفر.
ثم إن في ذلك إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحابه وخاصته، فسب المرء وخاصته والطعن فيهم يؤذيه ولا شك، وأذى الرسول صلى الله عليه وسلم كفر كما هو مقرر. ومن سب بعضهم سبا يطعن في دينهم، فقد ذكر القاضي عياض رواية عن أبي محمد بن أبي يزيد عن سحنون مفادها أن من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي إنهم كانوا على ضلال وكفر قتيل، ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد. وأما من سب أم المؤمنين عائشة بما برأها الله منه فقد أجمع أهل العلم أن يكفر بلا خلاف، وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد، وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم. فروي عن مالك رضي الله عنه من سب أبا بكر جلد ومن سب عائشة قتل. قيل لما؟ قيل له لما؟ قال من رماها فقد خالف القرآن. قال ابن شعبان في روايته عن مالك إن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فمن عاد لمثله فقد كفر. والأدلة على كفر من رمى عائشة رضي الله عنها صريحة وظاهرة الدلالة، منها أولا ما استدل به الإمام مالك أن في هذا تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. وقال ابن كثير وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا أو رماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. ثانيا في سب عائشة إيذاء وتنقيص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقذف المرأة أذى لزوجها كما هو أذى لأبنائها، لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه. ولعل ما يلحق بعض الناس من العار بقذف أهله أعظم مما يلحقه لو كان هو المقذوف. وكذلك إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله إلا وهي طيبة، لأنه أطيب من كل طيب من البشر، ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا. ولهذا قال تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون، أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان. وقال الخرشي على مختصر خليل من رمى عائشة بما برأها الله منه أو أنكر صحبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة أو كفر الأربعة أو واحدا منهم كفار. وإذا كان منهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وعن تتبع زلاتهم وعدم الخوض فيما شجر بينهم، ونحن مأمورون بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم، فإذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل، لأن الكلام عما شجر بين الصحابة ليس هو الأصل، بل الأصل الاعتقادي عند أهل السنة والجماعة هو الكف والإمساك عما شجر بين الصحابة. وإذا دعت الحاجة إلى ذكر ما شجر بينهم فلا بد من التحقق والتثبت في الروايات المذكورة حول الفتن بين الصحابة، خصوصا ونحن نعلم أن الروايات دخلها الكذب والتحريف، إما من جهة أصل الرواية أو تحريف بالزيادة والنقص يخرج الرواية مخرج الذم والطعن. وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب كلوط بن يحيى وهشام بن محمد بن السائب الكلبي وأمثالهما. من أجل ذلك لا يجوز أن يدفع
النقل المتواتر في محاسن الصحابة وفضائلهم بنقول بعضها منقطع وبعضها محرف وبعضها لا يقدح فيما علم، فإن اليقين لا يزول بالشك، ونحن تيقنا ما ثبت في فضلهم، فلا يقدح في هذه فلا يقدح في هذا أمور مشكوك فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟ وإذا صحت الرواية في ميزان الجرح والتعديل وكان ظاهرها القدح فيلتمس لهم أحسن المخارج والمعاذير. قال ابن أبي زيد القيرواني: والإمساك عما شجر بينهم، وإنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. وقال ابن دقيق العيد: وما نقل عنهم فيما شجر بينهم واختلفوا فيه فمنه ما هو باطل وكذب فلا يلتفت إليه، وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا، لأن الثناء عليهم من الله سابق، وما ذكر من الكلام اللاحق محتمل للتأويل، والمشكوك والموهوم لا يبطل المحقق والمعلوم. إن الصحابة لا يلامون بأمور كانت مشتبهة عليهم، فاجتهدوا فأصاب بعضهم وأخطأ الآخرون، وجميعهم بين أجرين وأجرين، ثم بعد ذلك ندموا على ما حصل وجرى وتابوا من ذلك، وما حصل بينهم من جنس المصائب التي يكفر الله تعالى بها ذنوبهم ويرفع بها درجاتهم ومنازلهم. وعلى أقل الأحوال لو كان حصل من بعضهم في ذلك ذنب محقق فإن الله عز وجل يكفره بأسباب كثيرة، من أعظمها الحسنات الماضية من سوابقهم ومناقبهم وجهادهم، والمصائب المكفرة والاستغفار والتوبة التي يبدل الله تعالى السيئات حسنات، والتوبة التي بها يبدل الله تعالى السيئات حسنات، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، ولا يقال لفضل الله ذا بكم. فالقوم رضي الله عنهم جميعا لهم سوابق وأعمال مكفرة لما وقع بينهم، وجهاد محاء وعبادة ممحصة، ولسنا ممن يغلو في أحد منهم ولا ندعي فيهم العصمة. يقول ابن حزم رحمه الله: نقول بفضل المهاجرين الأولين بعد عمر بن الخطاب، ثم بعد هؤلاء أهل العقبة، ثم أهل بدر، ثم أهل المشاهد مشهدا مشهدا، وأهل كل مشهد أفضل من المشهد الذي بعده، حتى يبلغ الأمر إلى الحديبية، فكل من تقدم ذكره من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان، فإنا نقطع على غيب قلوبهم أنهم كلهم مؤمنون صالحون، ماتوا على الإيمان والهدى والبر، كلهم من أهل الجنة، ولا يلج أحد منهم النار. انتهى كلامه. إن أهل السنة والجماعة لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون إما اقتاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بسابقته أو بشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي هم مجتهدون فيها؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. وختاما، فقد حرص جهابذة العلم على حصر أسماء كثير من الصحابة بعدما حفظوها وبينوا مروياتهم وأحوالهم وأوطانهم وتاريخ وفاة كل واحد منهم، وقد صنف في الصحابة نحو 40 مؤلفا، منها ما وصل إلينا ومنها ما لم يصل، ككتاب معرفة من نزل من الصحابة سائر البلدان للإمام علي بن عبد الله المديني، وهو من الكتب التي لم يكتب لها الوصول إلينا، وكتاب استيعاب في معرفة الأصحاب للحافظ بن عبد البر الأندلسي،
وكتاب جريد الصحابة الحافظ الذهبي وكتاب الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني وكتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير وكتاب حياة الصحابة لمحمد يوسف الكندهلوي وغيرها مما يتعين على الباحثين الطلبة للاطلاع عليها وتعلم سير الصحابة من مضانها لتتم بها الإسوة خصوصا في زماننا هذا الذي نبتت فيه نابتة شيطانية جل همها الحط من قدر هذا الجيل الفريد جيل الوحي الذي حفظ الشرع من أهواء الزائغين وحمى الملة من زحف المناوئين شهد التنزيل وعمل بما فيه وحمل الوحيين وحضر البيعتين وصلى أكثره إلى القبلتين فمن كان متأسيا فليتأس بهم لأنهم الجيل الفريد وبينهم وبين الذين جاءوا من بعدهم من الفرق كما بين القدم والفرق ولله در القائل هم الجبال بأفياء الجهاد نمو وتحت سقف الندى والمعالي ولدوا جباههم من حنت إلا لخالقها وغير من أبدع الأكوان ما عبدوا الخاطبون من الغايات أكرمها السابقون وغير الله ما قصدوا وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.